بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي كل من يستمع إلى هذا الشرح، وأسأل الله تعالى أن أوفق في تقديم المفيد. شرحي لهذا اليوم سيكون لآلة أو لكيبورد ريفو العربية. كيبورد ريفو العربية. أولا اسمحوا لي أعطيكم شكلها أو تصور لشكلها. هي تقريبا تستطيع أن تقول عنها نصف جهاز الريموت، نصف جهاز الريموت، أو قل أصغر آلة حاسبة صغيرة في السوق. شفتوا الآلات الحاسبة صغيرة جدا، هي في حجمها، أو قل في حجم نصف ريموت. إذن الآن صار عندنا تصور لهذه الآلة أو هذا الكيبورد. طيب نمسك بالآلة بحيث تكون المفاتيح مقابلة لنا، ومفتاح الباور ومفتاح في الجنب يكون على اليسار. مفتاح احنا مسكنا الآلة بالطول بحيث انه اصبحت فتحة الشاحن الى الارض، والكيبورد قدام وجهي الان، وفي مفتاح جانبي صار المفتاح الجانبي هذا على اليسار. المفتاح الجانبي هذا هو الباور، أجعله على اليسار. طيب الآن تركيزنا بيكون على المفاتيح اللي في الوجه، لأنه هي شغلنا عليها. المفاتيح اللي في الوجه عشرين مفتاح، عندنا عشرين مفتاح. الأرقام اللي هي من 1 إلى 9 إضافة إلى النجمة والمربع والصفر صارت 12. عندنا 4 في أقصى اليسار و4 في أقصى اليمين. الأربعة في أقصى اليسار سنبدأها من فوق وننزل تحت، 1 2 3 4، نسميها L نسبة للفت، يعني كل هذه الأزرار نسميها L مرقمة من فوق. من فوق تبدأ L1 تنزل تحت L2 L3 L4. خلاص. طبعا بعد هذه الأرقام، بعد هذه اللات اللي على اليسار تبدأ الأرقام، بس خلونا من الأرقام على طول. سنقفز إلى الجهة اليمنى، عندنا أيضا نفس الشيء من أعلى إلى أسفل، 1 2 3 4، هذه نسميها R نسبة لرايت. على فكرة لم يكتب عليها آرات، لكن هذا من عندنا حتى يسهل الشرح والإيضاح، وإلا هي مكتوب عليها مسميات أخرى للعلم. طيب إذا احنا اتفقنا أن الأربع المفاتيح اللي في أقصى اليسار يطلق عليها L، والأربع مفاتيح اللي في أقصى اليمين يطلق عليها R. طيب هذه الألات وهذه الآرات لها وظائف سنتعرف عليها بعد قليل. نرجع للسطر الأيسر مرة اللي هو سميناه L. نبدأ في السطر اللي بعده. السطر اللي بعده تبدأ الأرقام، تبدأ الأرقام زين، 1 2 3، ثم ننزل تحت 4 5 6. لاحظ أن الخمسة مقعرة قليلا، لاحظ أن الخمسة مقعرة قليلا، ثم 7 8 9، ثم الصفر، ثم النجمة والمربع في مواقعهما المعروفة. طيب الآن نبي نتعرف. أنا جديد جبت الجهاز هذا، أبي أربطه بالبلوتوث، أبي أتعرف على الطريقة. الآن ننتقل إلى طريقة ربط الجهاز أو ربط هذا الكيبورد الريفو العربية بالبلوتوث. الآن أنا طلعت الجهاز من كرتونته. طبعا هو الجهاز ما يأتي معه إلا كتالوج عبارة عن ورقة، وهو في غالبه باللهجة الكورية للأسف،
ويأتي معه شاحن وهو شاحن الهارد ديسك القديم، ليس شاحن هارد ديسك USB 3، لا إنما هو شاحن الهارد ديسكات القديمة أو شاحن جوال نوكيا 95 لمن يعرف. فهذا الرأس ميزته أنه متوفر في كل مكان. طيب أنا طلعتها من كرتونة، لما أطلعها من كرتونة ما علي إلا أني أضغط الباور اللي هو إحنا اتفقنا أنه المفتاح اللي بيجيني على اليسار وأنا ماسكها بالوضعية اللي شرحت لكم، اللي فتحة اللي تكون فتحة الشاحن متجهة إلى أسفل زين، والواجهة أو الكيبورد أمامي. الباور هذا راح أضغط عليه ضغطة لا يشترط أن تكون مطولة، ثم بعد كذا أروح للبلوتوث. خلوكم معاي. المحادثة الأعدادات متى؟ الأعدادات قيد الأعداد بلوتوث يمكن اكتشافه الآن. أيفون التدهيل أجهزة قيد التقدم الاقتران قيد أجهزة يمكن بلوتوث أجهزة قيد الاقتران. طيب قيد التقدم أجهزة يمكن اكتشافه. ممتاز أن واجهتنا هذه المشكلة، أحيانا قد تواجهنا هذه المشكلة. أجهزة قيد التقدم الاقتران قيد أجهزة يمكن وسأوافيكم بحل الآن قيد أجهزة يمكن اكتشافه. وهذا وضع طبيعي أن تواجهك هذه المشكلة ترى، لا تقلق. أجهزة قيد الاقتران قيد أجهزة يمكن أجهزة. إلى الآن الجهاز ما وجدها. قيد التقدم الاقتران طيب قيد أجهزة يمكن اكتشافه الآن. أيفون التدهيل. إلى الآن الجهاز ما وجدها. أجهزة قيد التقدم الاقتران قيد أجهزة يمكن اكتشاف أجهزة قيد الاقتران قيد أجهزة يمكن اكتشاف الاقتران. ممتاز. واحد وجدها. ليس المهم أنه وجدها، المهم ماذا صنعنا حتى يجدها. بعد ما ثبت لي أن الجهاز شغال، إن كان عندي بصيص من البصر في لها إضاءة، أو أسأل المبصر أو بالتجربة أضغط الباور ضغطة ثم أبحث عنها ثم أضغطها مرة أخرى زين. طيب أنا ثبت لي أن الجهاز شغال لكن ما وجدها زي ما حصل معنا الآن، وانت ماسك الجهاز بالوضعية اللي قلت لك، فيه مفتاح في الخلف في الزاوية العليا اليسرى إلى الداخل، يعني كأنك لما تلمس بالسبابة كأنك تلمس نقطة داخلة على جوة في الزاوية العليا اليسرى من الخلف. هذا نضغط عليه ضغطة واحدة، كل ما وجدنا أن الجهاز يعني جينا نبحث بلوتوث وجدنا أن الآيفون لم يعثر على هذا الريفو أو هذه الكيبورد، ما علينا إلا أن نضغط عليه ضغطة واحدة، ونكرر العملية في حالة أنه ما تعرف أو ما وجد الجهاز. ضغطة واحدة خفيفة يا شباب. طيب وجدها الآن. شوفوا اسمها. قم بأدخال طلب اقتران. ريفو 1 2 3 بس. قم بأدخال الرمز 9658 على. طيب يقول كم؟ قم بأدخال الرمز 9658 على. 9658 ثم. الأعدادات. ممتاز. رمان. بعد ما ضغط الرقم علي أن أضغط R3 اللي هو احنا اتفقنا ان مفاتيح الR هي اليمنى في اقصى اليمين. طيب وابدأ من الاعلى 1 2 3 R3 هو الذي قبل الاسفل مرة اسمه R4. اذا ادخلت الرقم السري علي ان اضغط R3 فهو بمثابة accept او قبول او enter او سميه ما شئت. طيب الان انا بتنقل بالاربعة والستة. لاحظوا الاعدادات بلوتوث. انا الان في قائمة البلوتوث بلوتوث. طيب ابي اعمل رجوع L1 الاعدادات خلوية زر طلعتني او رجعتني نمط الطيران خطوة خلاص نمط الطيران الاعدادات رمان. طيب أبي الشاشة الرئيسية،
أضغط رقم 8. الشاشة الرئيسية. خلاص. ممتاز. طيب، أريد الوصول إلى مبدل التطبيقات. أضغط 8 مرتين. مبدل التطبيق. الأعداد. خلاص. قيد التشغيل. أريد العودة إلى الشاشة الرئيسية. أضغط 8. الطقس. طيب. الشاشة الرئيسية. في حالة أن ما استجاب معي أعيد ضغط رقم 8 مرة واحدة. أبي أغلق الفويس أوفر يا أخي. 8 3 مرات. أيقاف. فويس أوفر. أبي أعيد تشغيله. تشغيل ستار الشاشة. 8 3 مرات أيضا أعادت لي التشغيل. خلاص. أرسال مجلد صفحة 1 من 9. طيب الآن فيه نقطة لازم نعرفها، أنه L1 وهو أعلى مفتاح في اليسار، L1 هذا هو العمدة أو هو يعتمد عليه في كثير من الاختصارات يعني. فسنجد يعني مثلا بعد قليل إن شاء الله تتضح لنا. اعذروني على عدم ترتيب الأفكار لأنه تعرفوا الواحد يشرح ارتجالي، ففعلا قد تأتي فكرة على فكرة أو تطغى فكرة على أخرى أو قد ينسى الواحد شيء حتى. طيب أنا الآن أبي أروح للواتساب. زين، أبي أروح للواتساب، ماذا أصنع؟ رح أضغط L1. أرسال صفحة 1 من 9 تعديل. أو ما في داعي أضغط L1، لا داعي لضغط L1. وزي ما قلت لكم سامحوني على عدم ترتيب الأفكار. أرسال مجلد المكتب. رح أروح المكتب. 13 عناصر جديدة. الانتر أيضا هو الخمسة، لكن ما تستخدمه مع إدخال الباسورد حق البلوتوث. الآن أنا واقف عند مجلد المكتب في داخل الواتساب، أبغى أضغط رقم 5 بمثابة انتر هنا. طيب المكتب عمان حفل مصر. أبي أروح، هذا مجلد أنا مسويه، أبي أروح لآخر عنصر، أضغط 7. صفحة 1 من 7 تعديل. نقلني على طول لذيل الصفحة. أبي أضغط رقم 1. المكتب عمان. المستب اللي هو التذييل عنوان المجلد، يعني 1 أول عنصر أو أول القائمة، و7 نهاية القائمة، كما أن 6 و4 تنقل يسار يمين. أرجو أن تكون الصورة هذه واضحة. طيب صفحة 1 من 7 تعديل. أنا وصلت إلى ذيل الصفحة، بروح شوي عشان أوقف عند الواتساب. واتساب. رحت برقم أربعة حتى أتجه لليسار قليلا. أضغط انتر برقم 5. الدرجات 13 زر الرجوع. الآن 14 أنا على الدردشات. مجك عمان. الدردشات 14. لكني في داخل دردشة معينة، أبي أطلع منها للدردشات الرئيسية، بضغط رقم 1 أشوف. الدردشات 14 زر الرجوع. الدردشات 14 زر الرجوع. ما طلعني، أضغط L1. الدردشات تحرير. طلعني على الشاشة الرئيسية للدردشات. لاحظوا الشاشة الرئيسية للدردشات. طيب الآن الدردشات كتابة زر. أنا قاعد أتحرك برقم 6. بحث حفل القوائم الرسائل الجم مجموعة جديدة. الأحبة رسالة عشاق التقنية. بدخل هنا جروب اسم الأحبة. عشاق الأحبة رسالتان 2 غير مقروءتين. طيب رسالة الدردشات 13 زر الرجوع. رح أضغط رقم 7 حتى أتجه مباشرة لكتابة النص. حفل مصر. ممتاز. أبي أضغط 5 عشان أعمده أني أبي أكتب. حفل مصر جاري التحرير. ثم علي أن أضغط L4 اللي هو في أقصى اليسار في الأسفل، آخر واحد في الأسفل L4. خلوني أكتب مثلا سعد. ما في داعي أشرح لكم الكتابة لأنها بنظام نوكيا القديم، هي تكتب بنظام نوكيا المعروف. يعني بضغط سعد، راح أضغط سين رقم 4.
طيب ما كتب معاي، ما الحال؟ ما كتب. طيب طبعا أنا عشان أطلع من حيز الكتابة أضغط R4، خلوني أضغط R4. طيب أبا أنتقل بالأربعة والستة، زر الرسائل الصوتية، زر أربعة هذه ثم الستة، حقل النص، جاري التحرير، سأعود إلى حيز الكتابة. أيقاف، لأني ما كتبت، أبي أكتب أنا. زر الرسائل الصوتية، زر حقل النص، جاري التحرير، أيقاف. طيب العربية. شباب L3 إنجليزي، L4 عربي. هذه L3 اللي أسفل منها آخر واحد تحت العربية، يعطيني عربي. خلاص طيب أنا بكتب عربي. سين. كتب، يا سلام، ضغطت الأربع مرة واحدة كتب سين. أبي أمسح السين هذه، علي أن أضغط R1 اللي هو المفتاح الأعلى في السطر الأيمن، أعلى واحد فوق R1 يمسح سين. طيب أكتب سعد، سين رقم أربعة ضغطة واحدة، سين التسعة ثلاث ضغطات، طبعين الخمسة ضغطة واحدة، بل. طيب كتبت سعد زين. طيب أنا الآن كتبت سعد، عشان أوصل الإرسال، عشان أطلع من حيز الكتابة كما اتفقنا، لابد أن أضغط كم؟ R4. خلاص لاحظوا بتحرك أنا ضغطت R4 الآن، وبتحرك بالأربعة والستة. شوفوا مشاركة وسائد حقل النص جاري التحرير سعد، سعد مشاركة وسائد حقل النص جاري التحرير سعد. خلاص مشاركة رسالة من مشاركة أرسال حقل النص جاري التحرير سعد. أنا قاعد أتحرك بالأربعة والستة، أرسال حقل النص جاري التحرير سعد. طيب برجع لحيز الكتابة، أمسح سعد هذه. خلاص أنا عرفت كيف أكتبها، وعرفت كيف أتحول من الإنجليزي للعربي بال L4 وال L3، ما في مشكال. أرجع للكتابة عشان الآن أنا لست على حيز الكتابة، أرجع للكتابة. ماذا أصنع؟ أرسل حقل النص جاري التحرير سعد أيقاف كوكنت، ضغط رقم خمسة ثم قال إيقاف كوكنت، لاحظوا، ثم سأضغط L4. طيب رجعت أكتب، كتبت سين. سين. ثم مسحتها بمفتاح المسح اللي هو R1. طيب أبي أمسح سعد هذه بالكامل، ماذا أصنع؟ اختيار الكل. اختيار الكل، كيف اخترت الكل؟ ضغطت R4 مع 9. R4 مع 9 حدد للكل، ثم مسحت، راح امسح ب R1 لوحده. تم حذف التحديد. تم حذف التحديد. طيب انا مثلا كتبت بكتب خالد، ج خ الف ف ق لام دل، كتبت خالد زين. طيب ابي سطر جديد، ماذا اصنع؟ علي أن أضغط R3 ينقلني إلى سطر جديد، لاحظوا خط جديد خالد، خط جديد خالد. أبي أمسح اللي أرجع أضغط R1 أسفل المستند، خلاص أبي أحط سطر جديد، سأعود R3 خط جديد خالد. خلاص أعتقد النقطة هذه واضحة لديكم. طيب الآن أبي مشاركة وسائد زر رسالة، خلاص أنا ضغط عشان ما أرسل شيء، عشان أخرج من حيز الكتابة، ضغط مفتاح R4 اللي هو في الأسفل في أقصى اليمين أسفل واحد تحت R4. طيب طيب الآن أبي أقفل الشاشة، أبي أقفل الشاشة، ماذا أصنع؟ مفتاح غلق الشاشة يا شباب هو
L1 مع R4 يعني على شكل في الزوايا مفاتيح الزوايا L1 في أقصى اليسار فوق مع R4 في الأسفل في في في, في الأقصى اليمين أسفل زر. إذا أنا ماسك الزاوية اليمنى الزاوية اليسرى فوق مع الزاوية اليمنى تحت الزاوية اليسرى فوق مع الزاوية اليمنى تحت L1 مع R4 خلونا نجرب الشاشة مقفلة خلونا نجرب L1 مع R4 مرة أخرى حقل مصر جاري تحليل خلاص الآن في تحليل الشاشة طب لو ضغطت L1 وظليت ضاغط عليه لاحظوا ترى فيها ال لأنه لو بتشيل يدك خلونا نجرب الدردشات تحرير زر لابد أن تكون يدك ثابتة على L1 حتى يعطيك عمل إغلاق الشاشة طيب راح أثبت يدي على L1 وبضغط L2 تحت مباشرة أيقاب استدار الشاشة لاحظوا أبضغط L2 مرة ثانية تشغيل استدار الشاشة لاحظوا طيب أبضغط L1 مستمر ضاغط عليه ترى في كل هالاختصارات ضاغط على L1 مستمر ضاغط راح اضغط على L3 ما سوى شيء اضغط على L4 ما سوى شيء طيب وبالتجربة يا شباب تعثرون على كثير من اختصارات هذه الكيبورد في اختصار ما في داعي نطبقه بشرحه لكم اللي هو L1 مع R1 هذه لما تضغطها ضغطة واحدة مع بعض كأنك ضغط بصبعين ضغطتين كأنك تطفي مادة موسيقية أو صوتية ولما تضغطها مرة ثانية R1 L1 مع R1 كأنك تشغل مادة موسيقية أيضا أخرى والR1 مع الواحد والثنين يقدم ويرجع في المقطع أيضا اللي أنت فيه طيب طب خلوني أضغط R1 واستمر ضغط عليه وبضغط أبضغط L2 اللي هو المفتاح الثاني من فوق آسف R2 راح أضغط R2 اللي هو المفتاح الثاني من السطر الأيمن R2 راح أضغط أنا ضاغط على L1 في أقصى اليسار راح أضغط على R2 ماذا يحدث أيقاب المحادثة لاحظوا وأنا مستمر ضاغط على L1 راح أضغط على R2 مرة أخرى المحادثة قيد التشغيل طيب طيب وأنا مستمر ضاغط على R على L1 اللي قلنا أنه العمدة في كثير من الاختصارات L1 راح أضغط على L3 وأنظر ماذا يحدث أو وش يصير معي ما صار معي شيء طيب طيب لو ضغطت على لو وجدت انه احيانا تعثرت في الكتابة او شيء فلاحظوا اني بضغط L1 مع مفتاح رقم 7 ايقاف كنا طيب English US انا ضغطت L1 مع L3 قال English US L1 مع